متى تقول اسمع، متى تقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا؟ متى تقول هذه المسألة؟ متى تقول ربنا ظلمنا أنفسنا ارتكبنا سيئة؟ وإذا ارتكبت سيئة مثل أبوك، يقول الغزالي صاحب الإحياء: إذا أخطأت فتب مثل ما تاب آدم، فإنه أخطأ وتاب، ومن يشابه أبه فما ظلم، وتلك شنشنة نعرفها من أخزم، ومن يشابه أبه فما ظلم. عربي عنده جمل صغير، فأخذ جمل يشنشن له صوت يهدر هدير، قالوا له الناس: وش جملك هذا يهدر؟ قال: هذه شنشنة نعرفها من أخزم، أبوه اسمه أخزم فجاء مثله، فمن يشابه أبه فما ظلم. يقول أنت مثله طبعا، لكن آدم لما أخطأ تاب إلى الله، أكل من الشجر، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين. أخي إذا أخطأت مباشرة قل: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه، توضأ وصل ركعتين. وبشركم بحديث في مسند أحمد صحيح وفي السنن، احفظوه، عن أبي الحسن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبو الحسن، الله أبو الحسن هذا. وش أحسن صفات علي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الراية في خيبر، هذا استطراد، ترى ما ذكر أنه أنك نسيبي، يعني هو متزوج فاطمة طبعا، ولا قال أنك ابن عمي، ولا قال أنك هاشم، هو هاشمي، هو من سد، هو سيد بني هاشم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم والله عم، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: لأعطينا الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله، بس هذه أكبر صفة لعلي. علي روى الحديث، قال: سمعت حد، قال: كان الصحابي إذا حدثني، قال: كان الرجل، يقول علي في المسند كذا نصه، كان الرجل إذا حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلفته، فين حلف صدقته، ما يقبل علي متأكد. يجي واحد صحابي، يجي واحد يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال علي: وقف احلف. قال: والله الذي لا إله إلا هو سمعت. يجي واحد عربي، قال: احلف. قال: وصدق وحدثني أبو بكر الصديق، قال: وصدق أبو بكر. من بيتحلف أبو بكر؟ الله صدق من السماء، الله قال: والذي جاء بالصدق وصدق به. ما الذي جاء بالصدق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الذي صدق به؟ أبو بكر أول واحد، أبو بكر صدق الملائكة، صدقه الله سبحانه وتعالى. حسبي الله على من يطعن في عدالة أبي بكر. أبو علي رضي الله عنه زكيه، يقول: صدق أبو بكر. قال، يقول أبو بكر: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يذنب ذنبا، ذنبا كبير صغير، فيتوضأ فيصلي ركعتين فيستغفر الله من ذاك الذنب إلا غفر الله له. رواه أحمد في المسند وسنده صحيح، وهو حديث ثابت. إذن اللحظة الحاسمة في حياتك لحظة الذنب، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. وبشركم شيء، الله اللي يوم ذكرها الفاحشة هنا تدري ماذا وعدهم به؟ عطفهم على من؟ يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين. هذا مدح فيهم أهل فردوس الأعلى. اسمع الآن، من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، في الفقر، في الغنى، في الشدة، في الرخاء. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اسمع الجزاء، ما قال بستغفرهم: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أشهد أن هذا الكلام من عند الله، أشهد أنه كلام الله، أشهد أنه معجز، أشهد أنه متحدى به، أشهد أنه معصوم من الزلل والغي، ويا لسعادة وقرة عين من اتبع هذا الكلام. إذن كلك في كل يوم لحظة استغفار، لحظة إنابة، تذكر ذنوبك، كف عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك، تذكر واستغفر وتب كما فعل أبوك آدم وأمك حواء. وأبشر ثم أبشر: ربنا ظلمنا أنفسنا، يقول آدم، وإن لم تغفر له وترحمنا لنكن من الخاسرين.